في الطب يجب علينا أن نعرف أسباب المرض والصحة. مساء الخير، حلقة جديدة من دوز ابتدت، واليوم بدنا نحكي عن الحساسية الربيعية اللي بتصيب الكبار والصغار، كونه أصلاً فتنا بشهر آذار، وإن شاء الله يكون خير وصحة عليكم يا رب. أمين يا رب، عن جد بنتمنى يمر هالفصل بسلامة وما تعانوا من أي عارض صحي. يعني مثل ما بنعرف المسبب الرئيسي للحساسية هو غبار الطلع وتبدل هالطقس، وأكيد في عوامل تانية ممكن تلعب دور بظهور هالحساسية. صحيح دكتورة، وخلال هالحلقة رح جاوب على سؤالين يجونا على بريد الصفحة على الفيسبوك متعلقين أكيد بالغذاء، وطبعا مجموعة من التقارير الطبية المتنوعة وآخر الدراسات. ما رح طول عليكم كتير، خلونا نبدأ حلقاتنا. دوز ابتدى، وهلأ رح نبدأ مثل العادة بفقرة صح أو غلط. هالمرة رح أعطيكم معلومة صحيحة، واللي بتقول إنه الشخير ممكن يكون مرتبط بمرض ما. تفاصيل هالمعلومة بتقول إنه الكثير من الناس اللي بيشخروا أثناء النوم هالحالة عندهم مرتبطة بانقطاع النفس، ولازم تتم أكيد مراجعة الطبيب المختص حتى يتم التشخيص الصحيح لهالحالة. هيك بنكون حطينا بوكس الرايت لليوم لهي المعلومة. المعلومة الغلط عن دكتورة إيفانا. أما أنا رح أعطيكم معلومة اليوم هي خاطئة أكيد بدنا نصلحها. في خرافات كتير بتقول إنه والله نحن إذا فرشينا أسناننا بقوة وكل ما دعكنا وكررنا وسرعنا بيضوا أكثر، رح يصيروا بيض وصح تصير الابتسامة لهوليوود اللي كلنا نتمناها. بس هذا الشيء غلط. ليش؟ وكتير أصلاً غلط وأصلاً بيسيء. ليش؟ الحقيقة رح جاوبلكم عليها، إنه لما بدي فرشي أسناني أنا بهالقوة وبهالسرعة رح يصير عندي تآكل لطبقة المينا، وطبقة المينا هي الأساس بحماية من التسوس ومن أي بكتيريا، وهالشي اللي حيصير لقدام إنه أسناننا نفقدها. لازم نحنا نفرش أسناننا شوي شوي وبتروي، ونستخدم فرشاية تكون هيك خفيفة ناعمة، لأنه نحنا إذا بدنا نضل عم نفرشي هيك رح يصير عندي تآكل بالجلد أو حتى عفوا باللسة، ومثل ما قلت لكم رح يصير عندي خسارة أسنان. وهيك بنحط هالمعلومة ببوكس الرونج. هلأ خلونا ننتقل مع الدكتورة إيفانا كمان لمعاينة تغذوية لنعرف شو كانت استفساراتكم. خلونا نتابع سوا. في عندك أي استفسار طبي حابة تعرفي عنه؟ لا، أنا كل العصبي صار لي سنتين بشكي منه وما خليت دكتور وما استفدت يعني. طيب هلك شغلة، أنت من الكولون اسمه كولون عصبي، فأنت حدا عصبي. هاي أول شيء، أنت حدا إذا ما بتطلعي العصبية تبعتك ممكن تحسي إنه لما بتبلعي العصبية تبعتك رح يصير عندك تشنج الكولون. هلا رح أقول لك شغلة، نحن ممكن نعمل أو نبتعد عن أكلات عشان ما يصير عندي التشنج في حال أنت عصبتي. المقالي، كل شيء فيه بندورة، البقوليات اللي فيه شغلات ألياف مثل الحنطة أو خبز الأسمر، الشغلات نحن بنحاول ما نشرب مي مع الأكل. لما بنكون عندنا نحن معصبين وجايتنا بلشت النوبة بدنا نحاول إنه نحن كتير نمضغ شوي شوي وما ناكل بسرعة، لأنه هذا الشيء اللي حصل عندي التشنج. الأحماض والمخللات والموالح بنحاول بس وقت طبعا عملك أنا وقت النوبة تمام، والشغلات اللي فيها البقوليات مثل حمص وعدس كمان هاي لازم بعد عنها. أي أكلة باكلها بنتفخ منها ما في إنه تمام، لانه انت هون لما بصير عندك تشنج الكولون معناتها انا صار في عندي تشنج بعصب الكولون. يعني بهالحاله اول حل لك شو قد ما اخذتي ادويه قد ما بتعدي عن الاكلات اوكي بتخفف الاعراض بس ما رح تروح لك المرض. انا لازم اكون شوي هادي شوي اتقبل، بعرف صعبه اتقبل الامور شوي بسلاسه مشانك انت. يعني انا لما بحس حالي بدي اعصب ممكن اطلع من البيت، ممكن التهي باي شيء، ممكن اشرب يانسون، ممكن اشرب لبن. هلا ممكن يضايق يعني اذا شخص واحد معه كولون خلينا على اليانسون، خلينا على النعناع، هاي الشغلات بتنهدي الكولون. وبرجع بقول لك يعني الرياضه كمان، بدي اقول لك شغله، الرياضه كثير مهمه، فانت لما بتلعبي الرياضه رح تخففي الاسترس اللي انت فيه، فحاولي خدي الامور برويه لانه قد ما اخذتي مثل لك الاغذيه او حتى الادويه اذا ما انت عالجتي لانه هو يعني منشا وعصبي. بياكلوا مريض الضغط شو بياكلوا؟ تمام تمام. هلا اول شيء مريض الضغط نحن لحتى نعمل الضغط بالمستوى او الليفل الطبيعي، اذا كان عنده زياده وزن اول شغله نحن لازم ننزلها، لانه كمان اهم اسباب او الامراض اللي بسببها زياده الوزن هي ارتفاع الضغط. يعني انا معناتها بدي اعمل له دايت، الدايت اللي هو 5 وجبات. هلا شو هن الخمس وجبات اللي ممكن تكون؟ اول شيء مبتعد عن الملح، مبتعد عن السكر، عن الدهون والمقالي، لان يعني كلها هي بتعمل مو بس ارتفاع ضغط وارتفاع كوليسترول. يعني بده يكون مثلا الخبز بشكل معين، مثلا نفترض رغيف واحد صغير، حواضر على الفطور. بالنسبه للغدا هو غدا البيت بس بده يبلش بالمي وبده يبلش بالسلطه بعدين الوجبه، والعشاء بتفضل حواضر. وانا دائما بقول بفضل انه ناخذ نبتعد عن النشويات بالليل لانه هضمه عالي. يعني ليش عم اقول لك هدول المعلومات؟ لانه هي اللي بتسبب زياده الوزن نحن اذا ما مشينا على هالمعلومات، واللي هي كمان
بتعملي ارتفاع ضغط. كلنا بنعرف ارتفاع الضغط لازم نوقف الملح، المخللات، المرتديلات، مثل ما قلت لك المقالي، الشيبسات، الموالح، لانه كله فيه ملح، تمام. واهم شغله لازم يعمل مريض او شغلتين يعمل مريض الضغط، اللي هي لعب الرياضه لانه بيخفض من الضغط وبيخفض من الوزن وبيضخ الدم، ويشرب المي. المي هي كثير مناسبه بالنسبه له لحتى يخفض له المستويات او حتى الاكل اللي ممكن ياكله ويسبب لي زياده وزن. يعني دكتورة إيفانا، نحن عم نشوف من خلال عن جد المعاينات اللي عم نجريها مع العالم سواء بالشارع أو بهدول المحلات، إنه عن جد صار في كتير وعي طبي بخصوص حالاتهم المرضية أو أمراضهم. بظن هذا الشيء بيرجع يعني مثلا مثل المنبر نحن تبعنا تبع دوز، البرامج اللي عم تطلع التلفزيونية أو حتى السوشيال ميديا عم يصير فيها كتير تثقيف. أنت شو رأيك؟ أكيد دكتورة، يعني مثل ما ذكرتي أنت البرامج أو حتى اللي موجود على السوشيال ميديا ما كلها معلومات غلط، في دكاترة عندهم صفحات نظامية وفي بيعطوكم المعلومات الصحيه، فعن جد هو هذا السبب بالاضافه للمؤتمرات والايفنتات اللي عم بتصير او حتى عم تنعرض على التلفزيون. عن جد عم يقدموا نصائح حقيقيه بتفيد العالم. دكتوره صحيح، بس طبعا لازم ننوه ونحكي من منبر دوز انه الطبيب المختص يلي بيشرف على حالتك هو الوحيد القادر اصلا على تقييم الوضع الصحي تبعك، يعني صحيح نحن بدوز عم نقدم لكم معلومات وعم نحكي عن كثير من الامراض مع الاطباء المختصين، بس هالشيء ما بكفي ولا بيمنع استشاره الطبيب المختص، وبالنهايه بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. وهلا مثل ما شايفين حاطين على الطاوله مجموعه اكلات طيبه وريحتهم كثير حلوه. شو رح تعملي لنا اليوم؟ تخبرينا عنه؟ سيد حالي بدي اطبخ لكم. اوكي، بس لا انا اليوم بدي اعمل اليوم بدي احكي دكتوره، نحن دائما بنروح على الفطور وبيهمنا اكلات الصغار وكيف لازم تكون. انا اليوم بس بدي حكيت بفقرات سابقه عن الفطور، هلا بدي احكي عن العشاء، يعني انا شلون ممكن ببيتي بشكل سريع وبشكل خفيف وسهل اني انا اقدر اعمل شغلات. هلا بجوز الناس تقول كثير هالقصص، هلا بحكي لكم قديش هي لها فوائد. عم شوف شغلات متنوعه كثير اليوم. تماما. وفي شغله ثانيه بدي احكي عنها دكتوره فرح، انه بنلاحظ انه عندنا نحن نقص فيتامين د وحديد بكميات كبيره كثير، يعني تقريبا من 70 ل 90% من شعبنا معه هذا النقص. شو السبب؟ ومثل ما قلت لكم رح اعلمكم كيف تعملوا وجبات عشاء. نطلع عن المالوف، يعني نحن عندنا دكتور معتقد انه اذا ابننا بالليل ما خلص السندوش معتوي ما تعشى وما اخذ غذائه الكافي، هذا غلط. خلونا نطلع عن المألوف ونشوف شغلات افيد للطفل وبنفس الوقت فيها فيتامينات ومعادن اكثر. خلوني اروح على اول فقره اللي حكي ذكرتها او هي من ضمن الفقرات، انه نحن ليش عندنا نقص فيتامين د وحديد. رح احكي لكم بشكل سريع ليه عندنا هذا النقص. نحن للاسف الشديد من رغم انه نحن بلد فيه شمس، لازم يعني الشمس نحن الا نحن لما بيقولوا عنده نقص فيتامين بيقولوا لنا يا الله، اللي احنا نحن بنضل متعرضين على الشمس ما دخل، لانه نحن الاطفال عندنا بشهر 12 او عمرهم يعني بيكون سنه لسنه ونص، للاسف الشديد بتصير الام تطعميهم او تشربهم حليب الابقار. حليب الابقار هو خالي من الحديد ومن الدال، يعني كمان غير انه خالي من الحديد والدال فيه مشكله كثير كبيره دكتوره، اللي هي فيه نحن بنقول عنا هي البروتينات او حتى مو بروتينات، دهون. هاي الدهون هي مشبعه ومدخل، مو هي المضافه، يعني هي مخلوقه معها. هاي الدهون للاسف تمنع امتصاص هدول الفيتامينين. يعني بهالحاله انا لما بدي اشرب ابني حليب رح يصير عنده اكيد في نقص فيتامين دال وحديد، لانه اصلا ما فيه هذا الحليب البار. هو دكتوره بس تعقيبا على حديثك، انه باخر دراسه بتقول انه شخصين من اصل 10 اشخاص بسوريا فقط هن الوحيدين اللي عندهم مستوى فيتامين دي ضمن الطبيعي. صحيح. شخصين صحيح. على الحد الأدنى والبقايا كلياتهم للأسف تحت الطبيعي. 100% دكتورة. كمان في شغلة تانية اللي نحنا كمان بنجهلها، في المثل اللي بينقال أنه سكافي حافي مثلا. فلأنه أحيانا الأم لما بتكون هي قبل ما تحمل عندها نقص حديد أو دال، شو رح يصير عندها؟ رح يصير عندها أصلا أنه هي ابنها أو جنينة ما رح يأخذ الحديد والدال منها، لأنه أصلا عندها نقص، خصوصيا أول 6 شهور مصدر الحديد للجنين هو من الأم. فبهالحالة الطفل رح يطلع عنده ناقص شيء. طيب تقولي لي دكتورة شو لازم نعمل حتى الأطفال ما يطلع عندهم؟ يعني لغينا حليب البقر والأم خلص النفد اللي عم تعطيها إياه، شو فينا نعمل؟ كثير سهل، أول شيء ما ننهي الحليب، نضل عم نرضع الطفل سنتين وهذا هو المتعارف عليه، وبنفس الوقت مو بس حليب الأم، لأنه حليب الأم فيه كمية دال وحديد قليلة، فنحن لندعمه لازم نفوت الغذاء اللي هو لكل شهر له غذاء معين. طبعًا ما بيكون على حساب الحليب إنه والله أنا ما بطعميه لأنه عم برضعه أكثر، لا أكيد، أو أنا ما عندي حليب لأقدر رضعه، أنا معناتها بدي أروح على الحليب الصناعي المدعم بالحديد والدال وكمان مع الغذاء، يعني نحن بننزل عدد الرضعات لمرتين
باليوم ومنفوته الغذاء لكل شهر له أكل معين، يعني ما شرط يأكل نشويات، لا فيكم تفوتوا له كتير خضار فواكه بروتينات هالقصص، يعني ما شرط طعمير الزوخ وخبز وهدول القصص. حتى بحبوه الأطفال وقت التسنين بتساعدهم بيعد تماما. هلا خلينا نروح ننتقل معناتها على هالأكلات اللي جايبتها فيها كتير حديد وفيها كتير فيتامين دال أو فيها نقول كالسيوم. هلا الدال كلنا بنعرفه نحن بناخذه من الشمس مزبوط. بس 90% نحن بناخذ الحديد من الاكلات اللي موجوده هون، فمشان هيك رح بلش باول شيء نحكي عنه اللي هو التمر واللبن. هلا بتقولي لي دكتوره طيب التمر مو الصبح بناكله؟ بلكي صح مزبوط، بس التمر هون عندي انا هو انا جايبه رطب، يعني سكره شوي خفيف وصغير والاطفال فعلا بيحبوه. التمر هو عبارة عن مصدر كبير للحديد ومصدر للبوتاسيوم ومصدر للمغنيسيوم، فالطفل لما بده ياكله رح يتناول كل هالمصادر اللي ذكرتها الفيتامينات، وكمان فيه مو بس هدول القصص، فيه كمان في الالياف او حتى النشويات المعقدة. فتك بفكرة عشان ما انسى، لما انا عم اقول نشويات معقدة، الطفل بعمر 8 سنين وهو بيكون مرحلة النمو عنده مرحلة دماغية. صحيح. لازم يهتم بوجود هاي الحكي للامهات بثلاث مصادر غذائية، نشويات المعقدة وليست البسيطة لأنه البسيطة بتعطيه طاقة وهايبر، البروتينات لأنه فيها تريبتوفان، متى ما قلت تريبتوفان معناتها بيعطيك الاسترخاء والنوم الكامل للطفل، وأول شغلة اللي هي فيها الكالسيوم لحتى يقدر نثبت فيتامين د. فهذا او التمر او الرطب. هلا نحن اصلا جايين على رمضان، رمضان يعني شهر الخير، والولاد بتحب تقلد الكبار، صح. رح يلاقون عم ياخذوا تمر وبالتالي هن كمان رح يتقبلوا. والرطب هون دكتوره ما فيه هذا السكر مثل التمر، عشان ما نحكي قبل انه حكينا نحن بفقرات انه فيه سكر كثير، لا السكر تبعه خفيف، يعني لبن فيه كالسيوم ثبت الفيتامين دي، الحديد من النشويات او النشويات المعقده موجوده فيه، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والالياف. بس في شغله مو والله بقضيها انا كل يوم عم بعطيها وطعميها اسبوع كامل، هي مرتين بالاسبوع، لانه انا اذا ضليت عم باخذ هذا الاكلات رح ينقصني مصادر غذائيه ثانيه ورح يصير في مشكله. يعني مو بيقولوا لها هي حبه الصبح حبه المساء، لا الصبح والظهر والمساء طعميها، لا بس يومين حاجته. خلينا نروح على الشيء الجديد الثاني اللي بدي احكي عنه اللي هو حليب قليل الدسم. ما قلت خالي وما قلت كامل، ليش قلت قليل الدسم؟ اول شيء الخالي الدسم انا اذا بدي نحن لما بيعملوا له خالي الدسم بيشيلوا له كل شيء موجود فيه من الدسم، رح يصير طعمته سيئه، بيضيفوا له نشويات، يعني الطفل رح ياخذ نشويات بسيطه من دون ما يعرف، هذا الشيء رح يصير هايبر، يعني نحن بنقول له فوت نام وبنقتله ما عم بينام طبيعي لانه اصلا اخذ نشويات بسيطه. طيب الشغله الثانيه، وطبعا هو اكيد نعرف انه مصدر للكالسيوم والبروتينات وذكرت سابقا، الشغله الثانيه طيب يا دكتوره ليش ما كامل الدسم؟ هو الطفل بدنا نكبره. اول شيء كامل الدسم ممنوع انه يتاخذ تحت عمر السنتين، فمنعا بتاتا ابدا. نرجع للفكره الاساسيه اللي قلناها تبع حليب البقر او خالي الدسم اذا او قليل الدسم عفوا اذا كان طفل من 8 سنين وفوق او حتى فوق السنتين. هلا انا جايبه اليوم فيكم بتلاقوهم بالمحلات، ممكن تلاقوهم حتى بالصيدليات او بالسوبر ماركت، نحن جايبه هون بسكوت فيه كتان، فيكم تجيبوا بسكوت الاطفال، فيه فوائد كثير بالنسبه كنشويات او فينا نقول كربوهيدرات معقده، وفيه مجموعه فيتامينات اللي انا بحاجه لها منها الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هي بتضمن للطفل انه يتناول. يعني بتقولي لي دكتوره هذا بكفي؟ فعلا بكفي، لانه الكتان فيه كميات كبيره من الفيتامين واخذنا كالسيوم ونشويات رح يشبع الطفل. حتى ممكن الامهات يعني انتم بتعملوا البسكوت بس المهم انه يكون قليل السكر وجيبوا كتان، هذول الاساس لانه كثير بتفيد موجود الكتان وهالشغلات ممكن يرشوه عليه بيصير. الخيار الثالث بتقول لك الام انا ابني والله بياكل خبز وما فيني اذا ما طعميته خبز انه ما يشبع، ودكتوره شو الخيارات اللي ذكرتي لي اياها سابقا اصلا ما بتشبعه؟ لا حبيبتي بتشبعه، شبعه كثير واصلا لها فائده كبيره كثير. انا اليوم جايبه شيء بديل او هو خبز الرز او رقائق الرز موجوده وين ما كان، كمان حاطط لك فوق حمص، فينا نحط لبنه، فينا نحط بيض، فينا يعني نحط اي تمام مسبحه، او فينا نحط اي شيء ثاني نحن بنستخدمه مع الخبز البيض اللي بتسمن الولد، لانه الاطفال اللي عندهم بداني او حتى انه بيحبوا متعودين ياخذوا النشويات، فينا يعني بتلاقيهم باخر الليل بياكلوا شغلات فاست فود بتسمن، هاي مصدر نشويات معقده، ومثل ما قلت لكم مصدر بروتينات وفعلا بتشبع وفعلا طعمتها طيبه. يعني حتى هي على فكره موجوده بالمحلات منكهه، في منها مع كمون، في منها مع حبه بركه، وفي منها حتى احجام صغيره، حتى مو بس رز، فيها انواع ثانيه مزبوط، في ذره وفي شوفان، يعني حسب كل طفل، حتى اللي عندهم مشاكل او مشاكل زلاقي او هيك سيلياك ديزيز تماما ممكن يستعملوها.
في منا احجام صغيره بتقبل الطفل بغطه بالحليب بياكل المساء. لا انا جبت حجم كبير عشان الام تقول لي والله ما بيشبع ابني مشان يشبع. في احجام كبيره لا تخافي. في الكبار هلا هون شغلات الطيبه. هلا دائما خلينا نروح على شيء فينا. طبعا انا جايبه اليوم حبة عشان الاطفال كثير بحبوها فعلا، سواء بيجيبوها ببيتزا هدول القصص. فيكم تجيبوا مرتديلا، اي مرتديلا شو ما كان نوعها، بس اهم شيء انه المواد الحافظه تبعتها تكون ما في مواد حافظه، يعني ثلاث ايام وبس وبتنكب ما عاد نستخدمها، لانه المواد الحافظه رح تسبب لي كثير مشاكل بالنسبه للبروتينات وامتصاص البروتينات. لاحظي دكتور، انا بدل ما اكلها بالخبز انا حاططها بخيار، بخس، ممكن احط لها بندوره، يعني اللي بتحبوه انتم او الطفل بحبه هيك بها، او فينا نحط لها لبنه كمان. بهالحاله فانا ضمنت مصدر بروتين عالي، فيه تريبتوفان، الولد رح ينام باسترخاء، وبنفس الوقت خضار وفيتامينات الخضار كثير عن جد. انا هلا هو انا حاطه اربعه، بس فيكم تحطوا له قد ما كان، وما شرط مرتديله الحبش، ممكن مرتديله عاليه عاديه بس بدون مواد حافظه. الامهات اللي بيكون عندهم طبخه فيها دجاج ممكن كمان هن وبضل منا بالظهر فيها تاخذ لهم الدجاجات او السفن وتقطع مع الخضار كمان مثل المرتديله والخضار. بدنا نحكي على التونه اللي هي كل العالم سهله، ما بيقدروا يقولوا لك التونه او السمك او بياخذوا حب الاوميجا. هلا التونه هي فيك تحطي لها سلطات وبس تعصريها، وفي بالاسواق تونه اصلا فيها سلطات. التونه هي مصدر كبير كثير للاوميجا 3 ومجموعه من الفيتامينات، متى ما عصرنا فوق الليمون بتعطيني الفوائد الاكبر. فانا ضمنت هون وحطيت الخضره شو ما بدك حطي، فكمثل ما قلت لكم بروتين وخضار كمان خيار احسن من النشويات. هلا هون انا جايبه كمان في شيء الخضار اللي حكينا عنهم، الجبنه وخضار. هلا الجبنه هي مصدر او قليله الدسم اللي هي القريش. جبنه القريش بتستخدم او بتصنع من بروتين الجبنه، يعني بنجيب جبنه بيضاء او اي جبنه بنغليها بيطلع منها مصل، هذا المصل هو اللي بنستخدمه في القريش، يعني قليله الدسم فيها بروتينات جدا مكثفه وكثير طعمتها طيبه. فيكم تجيبوا جبنه بيضاء عشان ما تقولي دكتوره يعني والله تخنتيها، معكم حق. جبنه البيضاء بس اغلوا لي اياها منيح عشان نحن نطلع الملح منها، وكمان بنفس الوقت مشان الامراض اللي ممكن تصيبها المالطيه. واكيد فينا مثل جبنه القريش عن جد كثير طيبه، مثل الكريمه عن جد حقيقه اطيب من الجبنه بحد ذاتها. حاطين لها سمسم والخضار مثل ما قلت لكم فينا يكون سناك للاطفال شو ما كان يعني تلونوا الصحون بتحطوا لهم اياها. فنحن كمان اشكال الوان انا على السريع قطعتهم بس ممكن كتير نضيف فليفله وملفوف شو ما كان كثير شو الطفل بحب تماما نحن بنشكل له. هلا انا بدي احكي على اخر او قبل اخر شغله وعلى السريع، الفول. هلا الفول ما شرط والله انا اللي عاملته، انا ماني عاملته مثلا بناكله مع الخبز، فيكم تاكله بالشوكه. حتى فول فهو مصدر للبروتينات، بس حصرا نحن بنعصر فيتامين سي. ليش؟ لانه بسبب انه هو فيه مواد بتمنع امتصاص البروتينات وامتصاص الفيتامينات الموجوده فيه. فنحن بنعصر له ليمون عشان نقدر نحن نمتص الفوائد اللي من الحديد طبعا. وعصير الليمون اكيد طيب، فينا نحط شويه زيت. انا حاطه بندوره، حاطه شويه خضار اللي هي يعني مثل تسقيه فول او في ناس تمام. كمان بتحط احيانا طحينه السمسم تمام ممكن، بس لا انا بحب بفضل فيه سكر طحينه السمسم. فهذا تمام. كخيار بيقولوا لك دكتوره تقيل، لا ما انه تقيل، هو كثير مفيد. يعني شكل شغلات كثير بسيطه نحن بنقدر نقدم لها للاطفال. عن جد شكرا كثير دكتوره، يعني اكيد بكل بيت متواجد لو نوع واحد نحن ممكن طبعاً نساعد فيه. هلا خلونا ضمن هالحلقه تجاوبكم الدكتوره ايفانا على سؤالين بعثتوا لنا اياهم على الفيسبوك من بعد اذنك دكتوره. السؤال الاول بيقول انه في سيده سالت عن نظام غذائي مع العلم انه وزنها هو 75 وبتعاني من تعسر الهضم. دكتوره هذا هو السبب الرئيسي لها، هي انه عندها مشكله بعسر الهضم اللي هو زياده الوزن 75 كيلو، لازم ننزل وزننا. وانت اكيد عم تعملي ثلاث شغلات من اللي رح اذكره بعد الاكل، اما هو النوم، اما هو تناول الفواكه، اما هو حتى شرب شاي او مشروبات او حتى تناول الحلو. هذا الشيء بياثر كثير كثير على الهضم. يعني شو رح اعمل انا؟ فيني قبل ربع ساعه من الغداء او اي وجبه تاخذيها ناكل اي قطعه فواكه، ومن التفاح فيها الياف ممكن تسرع للهضم والجهاز الهضم تبعك. فينا كمان المي نحن نتناولها مع الاكل، مع الاكل لانه كمان بتسرع بعمليه الهضم. واذا انت عم تاكلي وجبه وحده فهذا الشيء رح يعمل لك صدمه كمان. فانا برايي تعدد الوجبات هو الافضل حل لك. وهذا كان جواب الدكتوره ايفانا. خلونا ننتقل للسؤال الثاني لسيده بتقول انه انا عندي حبشبه بعد ما عالجه خف، بس ضمن حميه قاسيه هي الحميه اللي سببت لي اني انحف، كل ما حاول اني عم زيد وزني عم يرجع يطلع حب الشباب هذا. شو هي الحميه الصحيه اللي هي ممكن تتبعها لحتى تحافظ على جسمها وتحافظ كمان على بشرتها بحيث انه ما يطلع لها حب شباب؟
شو الجواب دكتور؟ هلا بالاسف نحن لما عملنا الحميه الخاطئه اللي انت ذكرتيها حبيبي فهي صار عندي نقص فيتامينز. اول شيء بدك تروحي تحللي وظائف الكبد لنشوف شو وضعها. ثانيا اللي هو اهم من هيك انه لانه للاسف الشديد انا لما نحفت وهلا بدي يصير زيد وزن بصير الجسم يحرق زياده ويضخ دم. هذا الضخ الدم بيؤدي لنفور هذا الحبوب اللي انت عم تشوفيها. بالاضافه انت بدك تشوفي حالك انه انت بتتضايقي من مثلا في بعض الاكلات فيها دهون وزيوت، يعني من الشوكولا، من المقالي، من البزر، من هدول القصص انت او من الشيبسات البهارات لحالك بتعدي عنهم. وخذي شيء ثاني، يعني تعدد الوجبات، ما شرط والله انا اكل ثلاث وجبات وهالقد قديش انا اسمن، لا العبي رياضه وطلعي بعدك اللي شيء صحي وبتعدي عن اللي قلت لك اياهم، واهم شيء التحاليل عن جد تنحل قصتك. شكرا كثير دكتوره ايفانا لهالاستشاره التغذويه لليوم، حلقتنا لسه مكفيه وفي كثير لسه تفاصيل ومعلومات طبيه عن حساسيه فصل الربيع رح نعرفها اليوم مع الاخصائيين، ثواني وبنرجع لكم. مساء الخير عن جديد، ببداية شهر جديد إن شاء الله يا رب تحملكم كل الصحة والخير. يعني كونه فصل الربيع على الأبواب هالشي بيعني أعراض الحساسية للأسف بلشت تظهر عند الكتار مننا، وخاصة الأشخاص يلي فعلا بيعانوا من الربو أو الحساسية الأنفية. لنعرف أكثر عن هالموضوع صار معنا باستديو دوز دكتور نبوغ العوا، اختصاصي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحته. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يسلمك سلامات. المرة دكتور ما رح نحكي عن الموضوع عن جد خلونا. الحمد لله أوش. ان شاء الله يا رب كل العالم بتضل بخير بزوال تكون منتهي منها ان شاء الله يا رب. دكتور بدايه كونه نحن بدنا نحكي عن هذا الموضوع، مين هن اكثر الاشخاص المؤهلين لحساسيه الانف او البلعوم او الحنجره او حتى احيانا بتصير الاذن؟ هلا بده يكون في استعداد شخصي او وراثي عند الانسان لحتى يتحسس. هلا ممكن تلاقي اثنين معرضين لنفس الريحه او لنفس الجو اللي بيحمل المؤرجات او العناصر المحسسه، واحد تضايق وانزعج بنهايه السهره او بنهايه القعده، وواحد رجع على بيته نام او ما تضايق ابدا. فاذا بده يكون في عندهم مورثات او بده يكون في عندهم مؤهبات ضمن الغشاء المخاطي بدءا من الانف للجوب للبلعوم ومرورا حتى يصل للرئه القصبات، فهذا بيكون مستعد انه يصير عنده تحسس اما فصلي فصل الربيع مثل ما تفضلتوا بالبدايه، او بيكون هلا عم نشوف الحقيقه التحسس المستمر، يعني مو بس فصل بجداد بفصل الربيع وانما طول السنه بيكون عنده حساسيه تزداد. هذا الحقيقه عم يدخل فيه عناصر بيئيه نتيجه تلوث البيئه وانتشار بعض الغازات وبعض الروائح وبعض الامور هي وجفاف الطقس. الحقيقه عم يصير في كثير ناس ولو ما عنده تربه وراثيه عم يعمل معه تحسس بنيوي بنسميه، يعني لانه عم تخرج له هالمواد غشاء المخاطي ويبلش يصير عنده اعراض التحسس سواء بالانف او بالسعال كقصبات وما الى ذلك. تمام. طيب دكتور هلا نحن بنعرف انه الاسباب تبع التحسس اكيد بتكون هي بسبب تبدل الطقس لانه هلا صار ربيع من الشتويه للربيع، وبنفس الوقت كمان في سبب الاساسي اللي هو انتشار غبار الطلع. تمام. طيب في اسباب ثانيه ممكن تسبب الحساسيه؟ هلا طبعا في اسباب ثانيه، هو مو بس يا ريت مقتصر بس على غبار الطلع، يعني كان تحسس مرتب بيكون. فعندنا كثير مواد بتسبب حساسيه، عندك الغبار، غبار الدهان، غبار الطرقات، بعدين في عندك التبدل الحرارة، يعني محل بينتقل من محل سخن لبارد أو بالعكس اللي بنشوفها بكرة بالصيف جوات المكيف صار يصعل ويعطس ويسيل دموعه أو بالعكس، فهذا بيلعب دور. كمان في عندنا كمان موضوع الدخان، يعني ما بدنا نزعج الشباب بموضوع الدخان بس حتى نحكي حقائق ووقائع. الحقيقة الدخان بأنواعه خاصة هدول الأراجيل الطعمات والمعسكر المعسل ومدري شو على طعمات مختلفه، هذا كله مواد كيميائيه. هالمواد الكيميائيه كثرتها طبعا اللي بدخل له مره ما شاء الله بدخل له راس وراسين وعلى طول، يعني كمان الارجيله الالكترونيه والسيجاره هاي الالكترونيه اسوأ اسوأ بحسهم. بيجي بيقول لك انه ما بتساوي شيء، طيب شو بقول لك ما بتساوي شيء؟ بكفي انه انا بتخرج لي الغشاء المخاطي وبتغيري بنيه الخلايا، قد تتحول الخلايا لامور ثانيه، ما بدنا نحكي الا بشغلات نزعل الناس منها. بس الموضوع انه مو بس يا ريت غبار الطلع وروائح الورود، هي الحقيقه في عندنا كل شيء يعني حتى الدخان الباصات والميكرويات، التلوث الشديد بالبلد، الازدحام، يعني كلها هي بتساعد اللي عنده استعداد او اللي تخربت غشاءته المخاطيه بسبب دخان او بسبب طبيعه عمله، الحقيقه بيصير عنده وذمه وبيصير معه بعض اعراض التحسس، هذا اللي بنسميه تحسس دائم.
بيزداد بفص الربيع لانه نضيف عليه غبار الطلع ورائحه الازهار وما الى ذلك. مزبوط. طب دكتور بتعرف كونه انت كنت يعني شخص معاصر لفتره كورونا، نحن كيف فينا نفرق موضوع الحساسيه عن الكورونا الانفلونزا خصوصي انه عم تجي بنفس الاوقات؟ صح. هلا اول شيء بنحب نطمن العالم اللي عنده حساسيه بحته ما بيعدي ابدا، لو عطس 100 عطس قدام رفيقه ما بينعد رفيقه مطلقا، بس رفيقه بخاف انه بس رفيقه بخاف. بس هلا اذا كان هذا الافندي اللي عم يعطس وعنده شويه فيروسات مخبيها، طبعا رفيقه راح ياخذ الفيروسات ولا بدون التحسس تبع الانف، فبيصاب برشح مرضي او التهاب الجوب او الى اخره. فالحقيقه انه التمييز بيناتهم عندنا الرشح التحسسي عباره عن حكه انف، حكه بالعوم، دماع بالعين، عطاس بتكرر حسب شدة الهي، له مراحل أو الدرجات 1 2 3 4. كل ما زادت الوزن بالغشاء المخاطي سواء الأنفي أو الجوب كل ما زادت الأعراض. السيلان الأنف دائما رائق ممكن يكون لون، بس يصير ملون مع تصفتنا بالتهاب الجوب صرنا يا فيروسي يا جرثومي قطعا. على فكرة الالتهاب التحسسي بيضعف مناعة الإنسان شوي، فالجراثيم اللي متعايشة نحن معنا كلياتنا هلا بأنفنا وتمنا في جراثيم متعايشة معنا، كيف يعني نحن مناعتنا بتتغلب عليها؟ اول ما بنتعب شوي او بنمرض او بنسهر او كذا او بناخذ لطشه برد مثل ما بيقولوا باللغه الدارجه، فبنلاقي الجراثيم تنشطت على مناعتنا، فإلى ثاني نهار معنا التهاب بالعوم يا سيلان انف ملون او الى اخره، فنحن بنعدي نفسنا بنفسنا. طبعا وقت من العدم بنعدي الاخرين بسعال عطاس. اما اللي عنده تحسس اولا مفرزات رائقه، عطاس متكرر، حكه بالعين، هي ما بنشوفها بالكورونا. الكورونا العطاس قليل ما له متواتر، عطس عطستين ممكن يجيب العطاس، احتقان بالانف، في حراره هون بالتحسس ما في حراره ابدا، السعال هون بالتحسس سعال مبين انه فيه تخريج، اما هداك السعال اول شيء ببين احتقان يعني كان صوته غميق بعدين بصير منتج تمام وبيترافق بالم صدري، هون ما في الم صدري، هون في ضيق نفس، يعني احيانا بتفرق الامور شوي. طبعا تطور الاعراض خلال يومين ببين معنا اذا هذا عباره عن تحسس اختلط بكورونا او كورونا على الحر، ف او حتى الانفلونزا. هلا الانفلونزا اقرب للكورونا من الرشح التحسسي. صحيح. هلا كثير ناس عندهم يعني ببلادنا هلا بهالزمن هذا يقول لك انا مقرب. الحقيقه اذا اخذنا الدراسه للزمن اللي مضى كم اسبوع ماضي، الحقيقه بنلاقي 70% من الناس قالوا عن حالهم مقربين من كانوا كورونا اوميكرون. كان عم يجي بشكل التهاب بالعوم، سعله، بحث صوت. طبعا لو في امكانيه كلنا نعمل البي سي ار كنا تلاقينا 60 70% كان كورونا بوزيتيف. فمع الاسف طبعا الحمد لله ما عندنا القدره الماليه لهذا، صرنا نعالجنا على اساس شوي قريب وشويه كورونا، فقدرنا نسيطر على الموضوع قبل ما ينتقل للرئه. قطعنا تماما. فاذا الاعراض ممكن الطبيب الاخصائي يقدر يميزها، اولا من لون الغشاء المخاطي بيكون ابيض داخل الانف، ابيض صدفي او ابيض لمي او ابيض على الازرق مع لون الزهر، هنيك بالكورونا بيكون لونه زهر محتقن. بنلاقي التسلسل العطاس متكرر كثير كل شوي وبدون ما ينزعج، هناك عطاس ما تعب بالجسم مع سعال متعب، فبتلاقي حاله يعني كل اموره هناك بتدل انه في انتان فيروسي عم يتفاعل بجسمه، وهناك ما في انتان بس مجرد تبدل مخاطيه وحركه حركه شد فيه فصار يضطر انه يسعل او يعطس او الى اخره. تمام. طيب ادويه الهستامين حقيقه هي العلاج الوحيد ومع البخاخات وهدول الشغلات، ولا في شغلات ثانيه مع الكورتيزون؟ هلا اول شيء انستي اهم شيء انه الوقايه. إذا أنا بعرف حالي إنه مثلا بتحسس من رائحة البارفان المعين أو هالشامبو، إذا بدلته بتجيني الحساسية بتكون خفيفة. هذا إذا قدرت أحصر مواد أنا بتحسس منها. صحيح. إذا ما قدرت أحصر مواد بتحسس منها، قلت لك بالبداية حديثة إنه في عندنا 4 درجات للحساسية. الدرجة الأولى والثانية بيكون وزمة خفيفة تعالج بالأنتيستامين لحاله. تمام. بنلحقه بالأنتيستامين فبيمشي حاله أسبوع 10 أيام، بس غلاظة الأنتيستامين بعض مركبات منه إنه بتسبب أحيانا شوية النعاس. بنعطيها المساء أو إذا هذا بتعود عليها بيمشي حاله. هلا على ذكر الانتيستامين بس بدي انوه للناس اللي معهم حساسيه، احيانا بضلوا بياخذوا نفس الدواء على طول. مزبوط. دائما الهستامين او الانتيستامين لازم مضادات الهستامين تغير كل فتره لانه الجسم بيتعود عليها، فاللي عنده حساسيه مزمنه مستمره فصول طويله او بتتكرر كل سنه او كل فتره لفتره، وبقول لك ما بدور عند الدكتور خلاص اخذ لي الدواء الهستامين بضل بيلاقي حاله بدايه استخدام الهستامين كثير استفاد.
المرة الثانية أخف، ثالث مرة ما عاد فهده كأنه ما عم ياخذ شيء. فيفضل دائما نغير دواء الأنتي هيستامين بتركيبة ثانية، ممكن نرجع له بعد شهرين، فهذا بيرجع بيتفاعل مع التركيبة الجديدة للهيستامين وبيعطي نتائج قد تكون أفضل. هاي معلومة ما كثير العالم بصراحة بتعرفها. لا لازم تقول، لأنه في كثير ناس بياخذوا نفس الدواء، انه اخي بوفر على حالي، رحت الدكتور هلا استفدت عليه، ارتحت استفدت عليه، هلا بستفيد عليه اول مره وثاني مره، ثالث مره لا بيلعص حاله انه يا اخي والله ما عاد استفدت، لسه عم بسعوا، لسه انفي عم يشر، لسه في حكي احسن من اول بس مو 100%. بس تبدلي له يا انت تسمي، ما اعطيتي شيء ثاني، بس عوض ما هذا النوع اخذت النوع الثاني، تركيبه صغيره بالجذر تبعه بتلاقي نشف معه وارتاح تمام. هذا اذا كان عندنا مرحله اولى وثانيه، اذا مرحله ثالثه ورابعه فصار عندي وزمه شديده بالغشاء المخاطي، بنلاقي لون الغشاء المخاطي صار على لون ازرق، زهر مزرق او ابيض صار، يعني وزمه شديده، كل ما زادت الوزمه بالغشاء المخاطي كل ما راح لون الزهر وصار لونه بياض على زراء على الوان يعني مثل شحوب، صار معه فقر دم بالغشاء المخاطي. فهذا ما عاد في دور انتيستامين، فلا بد من الكورتيزون الى جانب الانتيستامين، ممكن نخلط شويه انتيستامين وربع الحبه كورتيزون او نص الحبه كورتيزون. اذا لا اشدنا نعطي ثلاث ارباع الحبه او نعطي حبه كامله كلها كورتيزون لمده اسبوع 10 ايام بس نخفف الهجمه الشديده، الزلمه عم يخترق تمام نخفف له بنرجع على الانتيستامين. فهون ممكن نستخدم البخاخات الموضوعيه للانف اللي هي فيها بعض الكورتيزون، وبدنا ناخذ بداخل الجسم طبعا الحبوب اللي ممكن تكون مشاركه بين الانتيستامين مع الكورتيزون او كورتيزين صرف. الطبيب المعالج هو اللي بيقدر انه هذا بدي اعطيه، اذا اعطينا الكورتيزون بنعطيه فقط 10 ايام وبعدين بنطالعه من الكورتيزون وبنعطيه الانتيستامين. هلا اللي بياخذوا 10 ايام ما في داعي يخففوا، في كثير ناس بيقول لك يا اخي انا عم باخذ حبتين بنهار كورتيزون، لازم اخففهم 10 ايام اخي على مسؤولية تقطعهم وخذ الانتيستامين وما راح يصير شيء. دكتور انا بدي اسال يعني لحضرتك انه هل استخدام الادويه على المدى البعيد او الطويل سواء الكورتيزون او حتى البخاخات شو هي مخاطره يعني باختصار بدي من حضرتك؟ حضرتك بتعرفي انه الكورتيزون ما لازم نستخدمه على الطالع والنازل، والمريض ما لازم ياخذه لحاله، لازم يكون اشراف طبي تمام، لانه صحيح مضاد التهاب ومساعد على كثير امراض بس بنفس الوقت بضعف المناعه. فممكن يعملنا هلا بتتذكروا حكينا بالفطر الاسود والفطر الاسود كنا نشوفه عند الناس المدنفين المناعه اللي عنده سكري اللي عنده مش... واللي اخذ الكورتيزون لعلاج ما او لعلاج الكورونا بكميات كبيره بدون ارشاد طبي، فهذا بيضعف له مناعته، تنشا الفطور او بتدخل الجسم. هلا الفطور موجوده مثل الجراثيم موجوده متعايشه معنا، وقت انا مناعتي قويه ما حدا بيسترجع يفوت لعندي على البيت، بتضعف مناعتي كله بده يفوت مثل ما بقول يهجم علي. فاستخدام الكورتيزون لمده طويله بتضعف المناعه، اذا عمر كبير ما لازم نعطي كثير كورتيزون او بكميات قليله، مثلا ممكن تصير هشاشه عظام، ممكن يصير في عنا شغلات، كمان بصير في عنا تورم بالوجه يعني بصير مو بس يعني مو صحه هي بس لانه في احتباس سوائل، فبنقول له ينتبه على الاملاح ما ياخذ ملح، وقت بياخذ كورتيزون ضروري ما ياخذ ملح مشان ما تحتبس السوائل وينتفخ يصير مثل البالون، احيانا حتى المفاصل عم تنضر بنوصل لنخرج جافه هيك تماما. فلذلك يعني بدنا ناخذ كورتيزون بحذر، ونحن مثل ما قلت يعني اكثر شيء 10 ايام لنخفف عنه الهجمه الحاده الفظيعه اللي عم يختنق فيها، بعدين بنرجعه بقى للانتيستامين والادويه الاقل ضرر. حتى البخاخات استخدامها المستمر اللي فيها كورتيزون بتخرب الغشاء المخاطي صحيح، ف يعني بعد فتره بقول لك ما عاد اقدر ايش بدونها، فممكن تعمل له فطور بالانف، ممكن تعمل له فطور بالجوب كمان استخدامها، لا نفضل نستخدمها كمان 10-15 يوم ونطالعه منها، يعني هذا كتير ضروري لهالشيء. بس انا بدير نوه لنقطه مهمه انه اللي عنده حساسيه وعنده انحراف وتره ما راح يطيب تمام، لازم يصلي انحراف الوتره والقرينات لانه بيلاقي حاله ما عم يتنفس، بحس بحاله ما عم يتنفس لانه عنده حساسيه، بضل عم يبخ بانفه وحط قطره وحاططها بجيبته وما راح عم يشرشر، بالاخير ما راح يطيب، بيصاب بالتهاب انفي وعاي حركي او بيصاب باضطرابات انفيه غشاء المخاطي مع الطب بحياته، فبيأذي حاله بحاله. فاذا اي انسان بيفحص عن طبيبه ما هيك مره واحده بعمرك فحصها ويقول لك في عندك انحراف وتره، حط ببالك بدك عمليه، لانه عمل عمليه كثير بتخفف على اعراض التحسس، لانه عندي انا تنفس 90-100%، بتجي الحساسيه بتسكر لي 30 بضل 70 شغال صح. ما بتضايق وما بضطر ادويه ثقيله، اما اذا كان العكس عندي تنفس 30 اجى التحسس سكره بصفي بقى على طول بدي بخبخ بانفي مظبوط. فكثير مهم لاخواننا المشاهدين انه اللي عنده صوابه تنفس او قال له دكتور عندك انحراف وتر نصيحه صلح الوتر
في القرينات اذا عندك تحسس، حتى لو ما عندك تحسس ضروري تصلح الوتيره لحتى صحته العام بتكون بافضل. من دكتور نبوغ شكرا لك كثير على المعلومات القيمه وعلى كل الاجوبه اللي قدمت لنا اياها. شكرا لوجودك، شكرا لاستقبالكم ومحبتكم. شكرا. خلينا اياك. البعض سمع الاقاويل يلي دارت حوالين الميكروويف ومضاره على الصحه، كيف انه الاشعه الكهرومغناطيسيه عم تسبب بتحفيز الخلايا السرطانيه. شو صحه هالانتقادات؟ خلونا نعرف ضمن هالريبورتاج. طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أنه أشعة الميكروويف ما بتسبب أضرار إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة، وبنفس الوقت كان عندها مخاوف من إذا هالأطعمة بتفقد قيمتها الغذائية بحال طهيها بالميكروويف. وهل تسخين الطعام بالأوعية البلاستيكية بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم؟ دراسة وضحت أنه بعض أنواع الخضروات بتفقد بعض قيمتها الغذائية في الميكروويف، بس بالمقابل طهو الخضروات في الميكروويف بيساهم بالحفاظ على نسبة أكبر من العناصر الغذائية مقارنة بطرق الطهو الأخرى. أما بالنسبة للتسخين بالأواني البلاستيكية، فحذر العلماء من أنه البلاستيك عند تعرضه للحرارة بتنفصل عنه بعض المواد الكيميائية وبتختلط بالطعام، والموجات الكهرومغناطيسية بالميكروويف بتكون منخفضة التردد، يعني ما بتختلف عن المستخدمة في مصابيح الإضاءة أو أجهزة الراديو. ولما منحط الطعام داخل فرن الميكروويف بيمتص هالموجات الدقيقة يلي بتهز جزيئات الماء الموجودة في الطعام بسرعات عالية، وبتنتج عن هالاحتكاك الحرارة اللازمة لتسخين الطعام. وبالوقت الحالي دراسات مستمرة حول تأثير الميكروويف على صحة جسم الإنسان. اليوم حبينا ضمن الحلقة نتناول موضوع الحساسية وأكثر الأعضاء المتأثرة بحساسية فصل الربيع، هو الجهاز التنفسي يلي شرحنا ووضحنا الكثير من النقاط بالفقرة السابقة. وضمن الفقرة رح نحكي عن حساسية العين ضمن الفصل مثل الجفاف والإحمرار والحكة والتدميع المترافق مع العطاس. تفاصيل كثيرة مع الدكتور فارس عطار اختصاصي بأمراض العين وجراحتها، صار معنا من ألمانيا عبر سكايب. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا. بداية دكتور، خلينا نحن نحكي شوي عن حساسية فصل الربيع، كيف العين عم تستقبلها، كيف عم تأثر عليها؟ هلا بالنسبة لفصل الربيع، فصل الربيع هو فصل التحسس بشكل عام. نحن كأطباء عينية بهذا الوقت من السنة أكثر الحالات اللي تجينا هي عبارة عن حالات تحسسية. في عنا نحن تبدلات بالطقس، في عنا غبار الطلع اللي عم يطلع بهذا الوقت بتفتح الورود. الغبار بشكل عام عم يؤدي إلى سلسلة من الحدثيات الالتهابية اللي عم ممكن تصيب العين وتؤدينا لحدوث الحساسية العينية. هلأ الحساسية العينية ممكن نصنفها نحن لأكثر من قسم. الحساسية العينية الفصلية هي اللي عم تصير بهذا الوقت من السنة، بعد فترة بس يدفي الطقس أكثر بصير عنا شيء اسمه الرمد الربيعي اللي بتكون أعراضه أشد، وفي عنا الحساسية العينية اللي بتكون مستمرة على مدار السنة، هي بتكون سببها غبار المنازل أو بتكون سببها عفس الفراش او اي ماده محسسه بالبيت. هي بتكون فصل الشتاء او الخريف اكثر باعتبار بنسكر شبابيك البيت وبتزاد تركيز المواد المحسسه للعين. طيب دكتور، الاعراض اللي ممكن تظهر على او تسبب او تسببها حساسيه العين، يا ترى شو ممكن تكون؟ وهل كل عارض من يلي راح تذكرون ممكن يكون كمان مرتبط بمرض عيني ما؟ الاعراض الحساسيه بشكل عام هي عم تكون بشكل رئيسي الحكه بالعينتين مع الاحمرار والاحتقان، هذول العرضين اساسيات بشيء بكل شيء تحسسي بيصير بالعين. هذول الاعراض عم يكونوا نتيجه تعرض العامل المسبب اللي هو مثلا غبار الطلع عم يدخل على جسم الانسان عم يتكس له الجسم بيطالع ماده اسمها الهيستامين عم تعطينا هذا العرض وهو الحكه اللي هي مميزه. طبعا في اعراض ثانيه مثل زياده افراز فيلم الدمع والمفرزات المخاطيه، هذول الأعراض ممكن تتشابه مع أمراض تانية بالعين خاصة بالالتهابات التانية اللي هي الجرثومية والفيروسية. في كتير أعراض تتشابه بينها وبين الحساسية، ولكن طبيب العيون قادر إنه يميز بين هالأعراض من خلال الفحص ومن خلال شكوى المريض. كل مرض له عرض مميز له، مثل ما قلنا الالتهابات التحسسية اللي عم يميزنا إياها هي الحكة الثنائية الجانب، بينما مثلا بالالتهابات الجرثومية عم يكون على مفرزات صفراء عم تكونوا حديد الجانب تنتقل لثنائية الجانب. تمام. طيب دكتور، أنا كيف بقدر فرق بين عرض الحساسية وعرض الإصابة مثلا بانسداد مجرى الدمع خلينا نقول، أو التهاب الملتحمة أو غيرها من الأمراض؟ تمام.
هلا مثلا عم نحكي عن انسداد مجرى الدمع، انسداد مجرى الدمع نحن تصريف الدمع من كيس الدمع عم يكون مسدود، وبالتالي عم يصير عندنا فائض من الدمع، عم يفيض الدمع لبرا، وبالتالي عم نحس انه في عندنا دموع. هلا هذا الشيء ممكن نشوفه نحن بحساسيه العين، ولكن ما بترافق اول شيء انسداد مجرى الدمع بحكه، ثاني شغله ممكن بسبب ركوده هذا الدمع بسبب الانسداد خاصه عند الاطفال عم تشكل عنا انتان جرثومي ثانوي لهذا الشيء، وبالتالي بيطلع مفرزات صفراء والتصاق بالجفن، هذا الشيء كثير بيميز لنا. ثاني شغله انسداد مجرى الدمع غالبا بيكون احادي الجانب، اما الحساسيه العينيه عم تكون ثنائيه الجانب. طيب دكتور، اذا بدنا نحكي شوي عن اليه العلاج اللي لها علاقه بالمرض نفسه بحد ذاته، سواء مراهم عينيه، قطرات او حلول اخرى بغض النظر عن المضاعفات. تمام، نحن القاعده الاساسيه بالالتهابات التحسسيه العينيه او بالجسم بشكل عام هي العلاج المبكر. نحن بالعلاج المبكر فينا نضبط الاعراض ونريح المريض من كثير شغلات. شو عم يصير عندنا نحن بالحساسيه؟ هو رد فعل الجسم على عامل محسس عن طريق وسيط التهابي تحسسي هو الهيستامين. نحن بنهدف بعلاجنا لحتى نوقف هذا الوسيط الالتهابي ونمنع تأثيره اللي هو الحكة والدماع وباقي الأعراض. فأدويتنا على طول عم نوجهها باتجاه إيقاف الهيستامين. عم يكون إيقافه عن طريق نوعين من الأدوية، القطرات والمراهم اللي بتحوي على مضادات هيستامين ومثبطات الخلايا البدينة اللي هي الخلايا البدينة اللي بتفرز الهيستامين. طالما بنعالجها فنحن بنريح المريض بشكل كبير. هلا اذا اهملنا هذا الموضوع هون نتطور للاختلاطات. بيراجع المريض عند الطبيب العينيه، بيشوف اذا اعراض كانت خفيفه، الاعراض التحسس خفيفه، ممكن يكتفي الطبيب بالعلاجات الموضعيه او الملطفه اللي هي ممكن بس كمادات المي البارده والافراز الدمع الصناعي. اما بالحالات الشديده هون بنبلش نحن باستخدام مضادات الهستامين ومثبطات الخلايا المدنيه. حالات الأشد ممكن نضطر لنستخدم الكورتيزون اللي هو الاستيرويد، طبعا بيساعدنا كثير بإيقاف التحسس، ولكن حصرا تحت إشراف طبي ومراجعات دولية. أكيد دكتور. طيب هلأ نحن حكينا كيف نحن منعالج، طيب شو هي المدة اللي لازم نستخدم القطرات أو حتى المراهم العينية اللي ذكرتها؟ ولا هذا الشيء بيرجع شو الحالة أو حسب المرض، إن كان مزمن أو بسيط أو حتى هالمشكلة دائمة معه؟ طبعا كل حالة إلى علاجها المناسب وإلى المدة الزمنية المناسبة، هذا الشيء بيقيمه طبيب العيون بعد الفحص. بحالات الفصلية التهاب المحمى الفصلي التحسسي أو الرمد الربيعي راح يكون علاجنا مؤقت خلال هالفترة التبدل الفصول بالسنة. أما ذكرنا المستمر أو على مدار السنة التهاب المحمى التحسسي، هون راح يكون علاجنا أطول وحسب الحالة وشو بتتطلب أنواع علاج. تمام دكتور فارس عطار أخصائي بالأمراض العينية من ألمانيا، شكراً كثير لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. ارتجاف العين حالة بتصيب الكثير من الأشخاص وبيرجع الشيء لكثير أسباب، البعض بيعتقد أنه تكون خطيرة والبعض بيفكر عرضية. ضمن الريبورتاج رح نتعرف عن الأسباب البسيطة، خلونا نتابع سوا. بيعرف أطباء الأعصاب بأنه ارتجاف العين هو عبارة عن تشنج بسيط في عصب عضلات العين المسؤولة عن إغلاقها، ولأنه الجفون حساسة كتير يمكن للمحفزات المختلفة أنه تهيج هالعصب. لهيك خلونا نذكركم ببعض الأسباب البسيطة لارتجاف العين. أول شيء القهوة، لأنه مادة الكافيين يلي بتحتوي عليها القهوة بتحفز الاستقلاب وبترفع من دقات القلب، والنتيجة ارتجاف العين. تاني شيء الإجهاد وقلة النوم يلي يعتبروا من العوامل الأساسية المسببة لتشنج العضلات عموماً، وارتجاف العين ممكن يكون تنبيه صغير للجسم. الحساسية، عند الحساسية بينتج الجسم مادة الهيستامين بشكل كتير كبير، وهالشي بيسبب نوبات من العطس وأحمرار البشرة والحكة وارتجاف العين وغيرها. وأثبتت دراسات عديدة أنه مرض الكوفيد 19 بيتسبب بارتجاف العين، لكن إلى حسن الحظ بيختفي هالعرض بشكل سريع. كون الجلد بيغطي كامل الجسم الإنسان وكونه على تماس مباشر مع الوسط الخارجي، فعوامل الطقس والمواد الكيميائية وغيرها ممكن تسبب حساسية أو حتى تهيج بالجلد. لنعرف أكثر شو هو تأثير فصل الربيع على الجلد وكيف فينا نحافظ على بشرتنا،
تكون نظرة وصحية. صارت معنا باستوديو دوز الدكتورة آسيا صوان، اختصاصية بالأمراض الجلدية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. كونه نحن هلأ جايين الحمد لله خلصنا من الشتوية، بردنا كثير، جايين على فصل الربيع، كيف بتتأثر البشرة خلينا نقول والجلد بشكل عام بهدول التغيرات اللي عم تصير؟ تمام. فصل الربيع كل عام وانتم بخير، فصل جميل وحلو والزهر اللي فيه شيء ننتظره نحن من عام لعام، ولكن هو ممكن يسبب مشكلة لبعض الأشخاص اللي عندهم حساسية من الأبواغ، من البذور، من عوامل الإنتاج كلها، ممكن تكون كتير مزعجة لشريحة من الأشخاص، وهي بتحتل قصة حساسية مثل ما ذكرتي، حساسية الربيع على المستوى الصدري وعلى المستوى الجلدي بالنسبة لنا، لو أنه على الجلدي أخف بس هو أكثر إزعاجا صراحة. طيب دكتوره شو ممكن الانواع، بما انه عم نحكي عن طقس الربيع، ممكن الامراض، مو الانواع، الامراض او حتى ممكن تصيب الجلد والبشره بهذا الفصل؟ هلا هو بشكل اساسي ما له تميز فصل الربيع غير بقصه الانتاج والالقاح اللي بيصير بالنباتات، بس في عنا قصه انه نحن لسه يعني عم نطلع من الشتاء، نحن بالشتاء بيكون عنا بينقص التعرق، فكل شيء امراض جلديه فيها جفاف بتكون متهيجه، يلي عندهم اكزيما، يلي عندهم امراض الحكه، يلي عندهم جفاف بشره بشكل عام بيتحسسوا كلهم، حتى اللي عندهم صدفيه والامراض الحساس كلها بتتهيج بالشتاء بسبب نقص التعرق، فالى الان ما بتكون لسه تحسنت، للصيف بيلاحظوا شوي تراجع فيها. يعني هو متهم بهالحالة فقط، مهيج وليس ما بمرض الجلد. لا لا، ما فينا نقول انه هو يحمل، يعني اللي ما بيتحسسوا رواق مبسوطين وما احلاهم، ما عندهم مشاكل. ذكرتي دكتورة انه الابواغ او مواضيع هي الزهر واللي بتصير بفصل الربيع هي اللي بتعمل، طيب هو هذا السبب الوحيد؟ وشو الامراض اللي ممكن تنتج عنا اثناء فصل الربيع من الحساسية؟ تمام. هلا هو مو السبب الوحيد بس هو اللي مرتبط بفصل الربيع، بس نحن كجلديا في كثير اسباب واسعة، يعني هي احدى، حتى هذا قطاع صغير يعني فينا نقول انه يكون عندي تحسس جلدي من الامور اللي بنسميها الجزيئات المحموله بالهواء، في ناس بتحس بتهيج بشره، حكه، احمرار، انزعاج، بس غالبيه المواد اللي بتهيج البشره هي اللي موجوده حياتنا اليوميه وبالعمل وبالبيت منظفات هدول الاساس. هلا المنظفات اذا بدنا نكون دقيقين هي بتعمل التهاب جلد تخريشي، تخريشي يعني اي حدا بيتعرض لكلور، مواد كيماويه بتصير عنده تهيج بالجلد، فما فيني اسميها حساسيه، تاثيرها فيزيائي بحت، ولكن الحساسيه بتصير عند شريحه من الناس بنسبه اقل، بيتحسسوا من شغلات طبيعيه جدا، يعني مثلا العت غير ما بيتحسس. ايوه تمام، العت اللي موجود بالفراش مثلا، البيتس، الحيوانات الاليفه او منتجاتها او الفطور موجوده عليها بتحسسوا منها، بيتحسسوا من الصبغه، من العطور، من النيكل والكروم موجود بالاكسسوارات والمواد الصناعيه نتعرض لها، الكوزمتكس اللي فيها مواد حافظه بتحسسوا منها، فهي هن فقط بيتحسسوا منها، هي ما لها ضاره، يعني جسمنا عنده قدره يتخلص منها، بس هن عندهم جواب مناعي موجه ضد هي الامور، مواد معينه. تماما. فهون نحن يعني عم نحكي عن وقايه، لانه ما فيني اقول له للمريض لا تعمل شيء بالحياه. اكيد هذا، هي الامور موجوده حوالينا جدا. تماماً. تمام، بده يتعايش معها. دكتوره بما انه اصلا موضوع حلقتنا اليوم انه هو على الحساسيه، وفقره حضرتك يعني عم نحكي عن حساسيه الجلد، انا بدي، انا كشخص شلون بعرف انه والله انا معي حساسيه جلد بشره ولا ممكن تكون حساسيه ثانيه، شو هي الاعراض اللي بتظهر لي؟ حلو هالسؤال. هلا نحن اذا بدنا نقسم، لهو الحساسيه كثير واسعه، بتعني انه في عندي انا رفض مناعي بجسمي لشيء جاي من برا. إذا بدنا نحط لها ثلاث عناوين عريضة مشان المريض يعرف يصنف حاله، ممكن تيجي بشكل اكزيما تأتبية أو بنسميها الاكزيما البنيوية، اللي كل ما عندها طفل عنده اكزيما تأتبية بتعرف مقدار المعاناة مع الاكزيما التأتبية، هي بتنشأ منذ الطفولة تقريبا، واللي بيعاني فيها الطفل من جفاف بشرة، حكة مستمرة ما بيعرفوا يناموا، طب بيبين على الطفل الإرهاق دائما بسبب الحكة اللي ما إلى سبب. هلا الربيع أحسن، يعني في إيجابية إنه ما بنعود نلبس صوف، نلبس قطن، يعني القطن ألطف وألوانه أهدى، ألوانه الفاتحة. ماما حتى في شريحة عامة كتير كبيرة بتتحسس من الصوف لأنه في أوبار، فهو أي شيء وبري ما فيه سجاد ممكن يصير عندهم هي. تماما. فيعني هي نوعا ما بيرتاحوا فينا نقول بالربيع. هي الشريحة عندهم ارتفاع بأضداد IgE، وعلى فكرة التدخين بيزيد أضداد IgE، فنحن يعني هون هيك إشارة صغيرة، تخفيف التدخين بخفف شوي من شدة الأمراض اللي فيها حساسية. هلا إذا بنجي على القطاع الثاني، في عنا الشري ممكن يكون مرضى الشري بيعرفوا شو يعني شري، الشري الحاد تجي هجمه غالبا على الاكل او على دواء وبتروح، اما الشري المزمن اذا استمر اكثر من 6 اسابيع هو فعلا فعلا مرض مزعج، يعني حتى عالميا بيعملوا له جمعيات لدعم النفسيه لانه بيصير بيتهيج على اي شيء، والشري ممكن يوصل لمرحله خطيره، لان احنا عم نحكي عن تأتبي مثلا او التهابات الجلد غالبا مزعجه بس امنه، بس الشري لا، ممكن يوصل لمرحله انه يصير بده مشفى. والقطاع الثالث اللي بدنا نحكي عنه هو التهاب الجلد الأرجي،
هذا اللي هو مثلا مثل ما قلنا صبية حطت ساعة تقليد مثلا فيها كروم أو نيكل، بتحطها أول يوم، الثاني ما بتبدأ، الثالث بلش بتلاقي إنه صار في إحمرار حكة. من مميزاته ذكرتي دكتور إيفان شو اللي بيخليها تميز إنه هو أرجي؟ ممكن تطلع حبوب صغيرة تحت الجلد، لك حبوب معبية مي بتحك كتير، بتحك بقسوة يعني، فهي أرج، هذا تحسس. بس بدها تتجنب خلص، هي بترفض هذا التعرض لهذا الماء. ممكن تلاقي اكسسوارات على الاحذيه، على مثلا عفوا مثلا اللي بنلبسه، انه مثلا الاقشاط ربما، اي شيء ممكن العطورات فيها، فخلص انت بس من الا تجنبي هي الماده، لانه مره عن مره حتصير التهيج اشد، يعني حتصير شيء بسيط من التعرض حتلاقي انتشرت الحاله بقوه كثير، بتقول لك انا ما حطيت شيء يسكر، هو في تراكم صار في عندي جواب مناعي هون. فهي الفكرة. طب دكتورة، كل حكة واحمرار هو حساسية ولا ممكن يكون يعني هو أمراض تانية أو حتى تمام. ممكن إلى علاقة بالحساسية يعني؟ تمام، هو فعلا لأنه يعني عادة يعني من الاستشارات اللي بتجينا معظم مرضاي بيقولوا لي دكتورة عن حساسية، بشوفهم بالعيادة ما لها علاقة بالحساسية. تمام، ممكن تكون إصابة جرثومية، ممكن تكون إصابة فطرية، ممكن تكون أمراض أكثر خطورة إذا بدنا نرجع، أكزيما ضيائية، التهابات جلد شديدة، ممكن إذا لاحظتي مع الاحمرار إنه الجلد نوعا ما في ثباتية أو سماكة تكون أمراض عم ننتقل لأشد وأخطر. مزبوط. يعني ما بنرعب المرضى نحن هلا، بس يعني مو كل شيء حساسية أكيد، لا مو كل شيء احمرار وحكة وحساسية، يعني تابعوا طبيبهم أفضل بصراحة. ما يعني هو بيميز الشخص. تماما تماما، ويحاول دائما المريض المعلومة اللي كتير بيقدر يفيدنا فيها إنه يراقب حاله ويشوف على شو تهيجت، لأنه الحساسية هي شغلة خاصة فيه، ما لها علاقة بإخواته أو برفقاته أو المجاورين، هو شو تضايق هو يربط، لأنه بده يعمل ليستا ويعرف إنه هالقصص المفروض يبعد عنها. مزبوط. طيب دكتورة، شو ممكن تكون مضاعفات حساسية الجلد والبشرة؟ هلا نحن كشري مثل ما قلنا ممكن يصير عنده صدمه تقيقيه، يعني انه مو بس يتورم الجلد، يوصل لمرحله تتورم الحنجره ويصير ضيق نفس وبده مشفى. فانا بوصي هون اي مريض عنده شري، سوابق شري، تحسس سوابق، خاصه اللي بتحسسه من ادويه الشري عندهم بيكون كثير سريع وعنيف، انه يكون عندهم بالبيت دائما ابره انتي هيستامين وابره هيدروكورتيزون هيك للطوارئ. انا ما بوصي باستخدامه بشكل روتيني ابدا، مهما تهيج الشري مقبول، يعني مزعج لكن مقبول، يتركوها للطوارئ لانه معظم الهجمات بتجي بالليل، فمشان ما يتعرضوا لقصة روحية المشفى وهيك. سوى ذلك يعني ما فينا نقول في شيء خطير، بس منظر الجلد بصير هرم، يعني الجلد اول فتره بحك، ثاني بعدين بينز، بلش يشقق، بعدين بلش يتسمك ويتحزز. يعني بنشوف جلد الطفل ممكن مثلا اذا عنده اكزيما انه مثل جلد الكبار بالعمر، سميك وخشن وفاقد للحيويه وعليه وسوف، وبيصل لمرحله انه قد ما حطوا مطريات ما عاد بيستجيب. حتى ممكن نشوفه عند سيدات كبار يعانوا انه انا ليش هيك منظر جلدي. هي ازمان الافه، بعد الازمان بلش يتغير الجلد. فنحن بدنا نحاول ايه سلفا انه نراعي هالامور مسبقا. كونه دكتورة مثل ما تفضلتي انه هاي المشكلة على طول بيعاني منها المريض، يعني الحساسية بتضل معه على طول، ما بتفارقه. تمام. طيب نحن منعالجها بس وقت هجمة الحساسية ولا منعالجها على طول بالأدوية؟ لا ما منعالج على طول صراحة، لأنه إذا بدك تحكي عن علاج أنت عندك جواب مناعي آم يعني ضد شيء آمن ما له خطير، فأنت مضطرة تعطي كورتيزون إذا بدك تاخذي من الناحية العلمية، والكورتيزون نحن ضد أنه نعطيه بشكل مستمر أو يعني إذا ما لنا مضطرين أصلاً. الكورتيزون ما له أحد الخيارات صراحة، وعطاءه بيكون مضبوط من ناحية قوة نوع الكورتيزون، طريقة تطبيقه وسواغه ودي المساحة اللي مسموح فيها، يعني كتير في ضوابط لقصة الكورتيزون. سوى ذلك فنحن منعالج بمطريات، كلما زدنا ترطيب الجلد خاصة إذا في مطري أوميغا 3 يعني بيدعم بهالقصص، كمان ترطيب الداخلي من عن طريق شرب المياه نوعا ما يكون، يعني إذا كان تحسس طعامي نتجنب الأكلات المحفوظة. نحن شوي التحسس مربوط بالتكاثر الجرثومي، فنحن إذا بعدنا عن كل شيء قديم كمخللات كل شيء بيتخزن يعني بعد عنه ونضل على الشيء الفريش تكون الأمور أسهل وألطف إلى حد ما. هو أكيد في معاناة، في درجة من المعاناة ما بيعرفها غير صاحبها، بس إيه بده أول شيء كمان تقبل المرض، يعني ما نعترض كثير خلص، ما حدا خالي يعني. فإذا قدر يفهم الألفابت تبع المرض تبعه حيقدر يعيش نوعا ما بأمان. تصفى قصة الربيع بالذات إنه يعني الشجر والطبيعة بده يحاول يتجنب، لأنه غالبا ما بيكون ضد كل أنواع الشجر، نوع معين. هلا بمناطق، في مناطق نحن بجوز عنا صعب، بس في اختبارات بتحدد بالضبط نوع الشجر اللي بتحسس منه، فممكن يتلافى، او اذا نحكي عن شيء احدث يعملوا له نزع حساسيه. مزبوط. يعني بيعرضوه بالمشفى لكميات متدرجه متزايده من الماده لحتى الجسم يبلش يتعود عليها. هي للحالات بنعملها للشديده، انه بيتكلف المريض بيتخلص من الحاله، سوى ذلك بده يحاول يتاقلم ويخليه اقرب للطبيعي. اذا عنده حيوانات اليفه ينظفها باستمرار، يفضل اذا في حيوانات اليفه ما يكون في سجاد بالبيت لانه هو بيحمل مخلفاتها فتره طويله. العت تبع
الفراش موجود يعني، فقد امكان تشميس الغرفه، تهوايتها، تغيير مستمر، يبدل اماكن النوم، يعني ممكن يلاقي عده وسائل مشان يتاقلم مع الحال. تمام دكتوره آسيا، شكرا كثير على هالموضوع اللطيف والمهم. شكرا لك، شكرا لاستضافتي. يا هلا. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بنلاقيكم الجمعه الجاي بذات الوقت الساعه 7 المساء، وطبعا اكيد مسجاتكم عم توصلنا، ولاي استفسار طبي ابعثوا لنا على بريد صفحه البرنامج على الفيسبوك دوز. نتمنى لكم يوم جمعه لطيف وبدايه اسبوع ان شاء الله حلوه، ان شاء الله دائما الصحه تكون مرافقه دربكم، ولا تنسوا دائما مراجعه الطبيب المختص بحال ظهور اي عرض صحي، لانه الطبيب هو الوحيد القادر على تشخيص هالحاله المرضيه وتقييمها، وبالتالي ايجاد العلاج المناسب. ضلوا بخير.